السلام عليكم الإخوان ومرحبا بكم وتحياتي للجميع في هذا الفيديو خاص بالكانتي ديال يوم الثلاثاء اللي غيكون في 2850 في الكورس الأولى في الرينيو 1. غتكون في الكورس بي كما كنشوفو كاين 7 ديال الخيل ديال البروميير بوطو، كاينين 6 ديال الخيل في الدوزيام بوطو. دوزيام بوطو فيه بيجون يركب لينا على 8، كاين جون ميشيل بودوان بريباراسيون عند الرقم 9، كاين الرقم 10 شوفال دو كلاس غيكون فيري وتيمشي، هو اصلا تيمشي فيري بعد الخطرات، كاين ال11 اللي غيرجع للاتلي من بعد ديسكالي في فرمونتي، وكاين 12 جون ميشيل بازير لاول مره غادي يركب على هاد الفيميلا، وكاين الرقم 13 بينوار وبين فوريو مادريك. البروميير بوطو كاين فيها الواحد اللي غيكون فافوري، كاين جوج هو المنافس ديالو موتيير، وكاين رقم 3 ماتيو مع ابريفار، وكاين رقم 4 نيفاغ دوستي اجي، وكاين 5 فيميلا يركب يرجع ليها فرانسوا لوكانو من بعد سنين ربما اكثر من عام على ما اظن مركب عليها، تركب عليها غابوري لونترينور. اخر كورسة غابوري ب50 دوستي نو بلاسي كراك داتوت نو بلاسي سيسكندر سانكيان كعود فافوري سيس ولا في الطوكار. يركب عليه لوكنو هنايا غابوري كان مشى في الاوتوستار الى نمره 7، اسبوار دو نويي رقم 7 كان دار دوزيام بلاس بينو روبين. هادو تيشوفو لي ضعاف بروميير بوطو خيول ضعيفه، وانما غادي يكونوا فيهم لان الكرون بيست كيكونوا لي شوفو ديال بروميير بوطو مش عليه. المهم هاد رقم 5 كاينين هما جوج فيميلات فرانسوا لوكانو اخر كورسة كان جرى في الكابورغ 2022 شهر 7 في الكورس بي، كان مشى مع الفرنشمان فاكر. المهم هاد الكانتي هذا باقي نعقلنا عليه، وحتى هابي فالي كان دار ويتيام، هابي فالي كان دار ويتيام هو كان دار ساتيام، هو فيميلا كان دار ساتيام. بالنسبة لهاد الفيميلا الإخوان هادي هي مونطوكاغ البروميير بوطو عاطين لينا الآ والدوه والطروة، ثلاثة الخيل في البروميير بوطو وخمسة الخيل في الدوزيام بوطو. الآه رابح لينا الدو دار سيزيام ما عندوش الفينيش الدو، ولكن من موراها جا دار لينا دوزيام، وكن تقريبا كنا بازينا بيه هاد العود، كنا بازينا بيه سيزيام بلاس، مشى لينا لواحد الكورسا في شاتو بغيون دار لينا دوزيام. الآه هو اللي كان ربحهم داك الكانتي، هو اللي كان ربحهم في داك الكانتي تقريبا، كان بوطو واحد. بالنسبة للدوزيام لين إخوان كيل أونز 55 بوند، توقع اللي غيكون إخوان توقع غيكونوا شي جوج في دوزيام بوطو، جوج الخيل من دوزيام بوطو، هذا هو التوقع ديالي، حتى لثلاثة كاع ماكسيمو غيكونوا ثلاثة. المهم الأونز خصو يكون، غادي نحاول نختار ثلاثة الخيل في دوزيام بوطو، أونز دوز تريس، غادي نختار أونز دوز تريس في دوزيام بوطو. غادي نختار الطوكار ديالي هو الخمسة، هذا هو مون طوكار.
وغادي نختار طروة، خمسة ديال الخير. وهي الآية الدو هي بجوج، هي الآية الدو هي بجوج. المهم إخوان، ربما يقدروا يغدروهم في البروميير بوطو، يقدروا يغدروهم في البروميير بوطو، يطلع غير البروميير بوطو بحال والو، أو يطلع شي عاود في الدوزيام بوطو. المهم ديروا هذا الاحتمال، ديروا هذا الاحتمال، لأن الآن والدو والطروا والسانك والسيس والساتة تسة ديال الخيل، أنا كنشوف خصهم يطلعوا المينيموم ثلاثة ديال الخيل، ثلاثة ديال الخيل. المهم السبعة والتلتاش راهم كوارة، السيس عنده خرجات ديالو، 11 سنة. إلا حيدنا السيس وحيدنا الكات ما يبقاش بزاف، إلا حيدنا السيس وحيدنا. على كل حال الإخوان، أنا مونتوكار هو الخمسة، ديلا لا شوفينيير، هذا هو مونتوكار. ممكن تضيفوه مع لي فافوري ديالكم، لان مؤخرا ولينا كنشوفوا بازير تيبغيش يجيب العود بالعاني، متيجيبش العود بالعاني. نهار من نهار البري داميريك مبقاش كيجي، غدا عطينا واحد العود ديال رومان ديريو، رومان ديريو هنا راه جاري لنا واحد الكاتيجوري زوينه العام اللي داز، يعني عود يوهان بورجوا تروازيام 27 في البوطو ايغال، كانوا جرا مع الخيول الكبيرة، كان دار دراك ستار دو بومو، كان دار دوزيام ايدي دو، المهم كورسي، وكان في كان في البوطو واحد. ربما الاخوان هاد العود هو الاوتسايدر ديال لاكورس، ديفيري كاتر بي تيدير غير بلاكي دابا ديفيري، هذا هو مونتوكاخ. ممكن الاخوان تضيفوه مع شي حاجة اخرى عندكم، ان ما بغيتش نركز على البروميير بوطو، لان انا عندي الدقه في البروميير بوطو، نقدر نلعب شي باز من البروميير بوطو وغادي نزيد الخيول ديال الدوزيام. احسن عاود في الدوزيام بوطو هو الاونز، يعني الاونز والدوز والتريز، التريز كاين في الباسي كندخل ب 53، كندخل ب 53 كما كنشوفوا التريز. مو الناف، الناف دابا فيري بريباراسيون، وكان هو دخل على نمرة 13 كعاود طروازيام ب 53. تيبقى الإخوان ممكن يكون تكون لاريفي عند بعض الخيول في الدوزيام بوطو فقط، لأن بازير غادي يركب علو أول خطرة. هذا راه هو البلي رابيد ديال لاكورس، هو بينوا روبين دار لينا سيزيام في اخر كورسه ديال البروميير بوطو، كان جا عاود في الدوزيام بوطو، بقينا عاقلين على هاد لاكورس هادي. الديزورد ما دار والو، دار شي 1000 درهم. كنتمنى التوفيق للجميع الاخوان، اليوم ركزنا على 6 14، لا 6 14، جات 5 15، وجا داك الاوتسايدر هو الناف، وجا السايز والدو دار نو بارطو، وجا الدوز اللي كان ديجا كيمشي معاهم. هذا هو لا شونس، وهذا هو الاختيار، اختيار كان خاطئ، 5 15 او 6 14. ايوا الاخوان، بقى لي نودعكم، دمتم في رعاية الله وحفظه، ومع السلامة.